السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الإخبارية، والتي نبدأها بأبرز الأحداث الجارية على الساحة الليبية، حيث التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز يوم الجمعة مع السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوخيوخونغ في طرابلس. وأكدت ويليامز أن هذا اللقاء تضمن أهمية التركيز على العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة الوطنية بالتوازي مع إبقاء العملية الانتخابية على المسار الصحيح في إطار الجدول الزمني لملتقى الحوار السياسي. كما قالت إنهما ناقشا عمل الفريق المنبثق عن عملية برلين المعني بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي تعد هولندا أحد رؤسائه إلى جانب سويسرا. أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس بوينو ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة شاملة وذات مصداقية في ليبيا. هذا وقال لويس بوينو في تصريحات صحفية إن ليبيا تحتاج إلى تعزيز التقدم الذي تم إحرازه في ليبيا والبناء عليه، بما في ذلك وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات السياسية واعتماد خارطة طريق للانتخابات، داعيا إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في لقاء تلفزيوني إن أحد أهم أسباب عرقلة الانتخابات وترشح بعض الشخصيات كمجرم الحرب حفتر وسيف القذافي، وإن دخولهما كان سببا في إفساد المشهد الانتخابي في ليبيا. وأوضح المشري أن حفتر تسبب في جرائم حرب في بنغازي ودرنة وحاول الاستيلاء على العاصمة طرابلس بالقوة، إضافة إلى حصوله على الجنسية الأمريكية وهو من ضمن السلك العسكري، وأن هذه الخلفيات القانونية والسياسية تمنعه من الترشح للرئاسة. كما أكد المشري أن سيف القذافي صدر بحقه حكم قضائي بالإعدام، وأن هذا الحكم لا يزال ساريا وهو لم يمتثل أمام المحكمة، لذلك يعتبر فارا من العدالة. نناقش في هذه الحلقة تبعات فشل الانتخابات وضبابية المشهد السياسي في البلاد، لنسلط الضوء أكثر على السيناريوهات المتوقعة في قادم الأيام. نتابع هذا التقرير ومن ثم نفتح حلقة النقاش صحبة ضيوف الكرام. اختلفت السيناريوهات لرسم مرحلة جديدة بعد فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي بسبب إصرار عقيلة صالح ومن تبعه من النواب على تمرير قوانين معيبة تتم على أساسها الانتخابات الرئاسية وتأجيلهم الانتخابات البرلمانية. وتجري الأجسام السياسية غير الشرعية والمنتهية الولاية عددا من اللقاءات، حيث بحثت لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس نواب طبرق مع المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس مقترحاً لتكوين لجنة للتوافقات الدستورية وتحديد آليات ومدة عملها. ومن المتوقع أن تقدم لجنة خارطة الطريق إلى مجلس نواب طبرق تقريرها النهائي عن العملية الانتخابية خلال الجلسة المقبلة. واقترح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الاستفتاء على الدستور وإحداث مصالحة عسكرية شاملة وتنقية السجل الانتخابي. يأتي ذلك بعد طرح عقيلة صالح لمشروع الدستور جانباً وإدخاله مساراً آخر يهدف إلى تعيين 30 شخصية يناط بها مهمة إنجاز مشروع الدستور.
وتحدث عقيلة مصادرا لإرادة الليبيين قائلا إن المسودة مرفوضة. وفي الأثناء تجري المستشارة الأممية ويليامز رحلات مكوكية تجتمع فيها مع الأطراف المؤثرة بالملف الليبي محليا ودوليا، مؤكدة على إبقاء العملية الانتخابية في إطار الجدول الزمني لملتقى الحوار السياسي، وموضحة أن الشعب الليبي غير مهتم بإنشاء حكومة جديدة. وفي السياق ذاته صرح عدد من أعضاء مجلس النواب طبرق بأنه لا يوجد أي توافق في المجلس بشأن تغيير الحكومة، وذلك تعليقا على كلمة عقيلة ووصفه الحكومة بغير الشرعية. يذكر أن عقيلة صالح رفض في وقت سابق تسليم رئاسة مجلس النواب لعضو من الجنوب بحسب مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف. وفي غضون ذلك شكلت المفوضية العليا للانتخابات لجنتين، إحداهما لمتابعة الطعون الصادرة عن المحاكم، وأخرى لفحص قوائم التزكية الخاصة للمترشحين للانتخابات الرئاسية. وبين هذا وذاك يبقى المشهد السياسي ضبابياً ما بين مطالبة بالاستفتاء على دستور تنتهي به حالة الانقسام أو حكومة جديدة قد تطول بها المرحلة الانتقالية. أفتح حلقة النقاش وأرحب بضيفي عبر خدمة سكايب من لندن الكاتب والصحفي عبد الله الكبير. أرحب بك سيد عبد الله. أهلا أستاذ صفي، تحية طيبة لك ولكل السادة المشاهدين والمتابعين. نعم، وكذلك عبر خدمة سكايب من اسطنبول المحلل السياسي بدر شنيبة. أرحب بك سيد بدر. أهلا وسهلا بك، تحية طيبة لك ومشاهدينك وضيوفك الكرام. نعم، وعبر الهاتف الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية دكتور محمود إسماعيل. أرحب بك دكتور محمود. مرحبا، اهلا وسهلا بكم وبضيوفك الكرام وبكل مستمعين ومتابعين. نعم، ورحب بكم ضيوف الكرام. ابدا معك بدايه سيد عبد الله، يعني لربما تابعت الاحداث الاخيره التي عقبت فشل انتخابات 24 ديسمبر، منها كلمه رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، والتي جاء فيها باختصار شديد يعني نيته تشكيل حكومة جديدة وأيضا تشكيل لجنة جديدة من 30 عضو لصياغة الدستور. كيف تابعت هذه الأحداث بداية؟ نعم، أجدد لك التحية وللسادة الضيوف أستاذ صفي وللسادة المشاهدين. طبعا تابعت هذه الوقائع والأحداث والتي افتتحها عقيلة صالح بعد عودته للبرلمان، بما يؤكد أنه يريد أن يفرض إرادته ليس على البرلمان فحسب وإنما على كل الليبيين، وأنه يريد أن يهيمن على كل السلطات بعد أن حاول أو ما زال يحاول تغيير المجلس الأعلى للقضاء بشخصيات موالية له. يريد أيضا أن يشكل حكومة جديدة لأن الدبيبة لم يكن في طوعه وبدأ مستقلا وحقق الكثير من النجاحات. أيضا لزيادة التأزيم يريد أن يلغي إرادة الليبيين وحقهم الطبيعي في الاستفتاء على الدستور، وبجرة قلم يلغي اختيارهم وانتخابهم لهيئة تأسيسية لكي يؤسس هو هيئة موازية تعد له دستورا مفصلا على هواه. يعني يريد أن يحصر كل السلطات في يده، والحقيقة اللوم ليس عليه، اللوم على الشعب الليبي الذي يرضخ لإرادة هذا العجوز الخرف رغم كل المصائب التي تسبب فيها للليبيين، ومع ذلك لا نرى تحرك جدي لمواجهته ولمواجهة كل الطبقة السياسية الموجودة الآن والتي ساهمت بقدر كبير في تأزيم الأوضاع. نحن الآن أضعنا فرصة كبيرة في انتخابات 24 ديسمبر والتي حظيت بدعم دولي وتوافق دولي نادر ربما لن يتكرر مرة أخرى، خاصة في الظروف الدولية التي نعيشها الآن. ربما يدير العالم الذي سعى من أجل هذه الانتخابات لمصالحه بالطبع، تقاطعت مصالحه مع مصالح الشعب الليبي في هذه
اللحظة التاريخية الحاسمة، ربما يدير ظهره للليبيين ليتفرغ لمشاكل ولقضايا أكثر أهمية وأكثر إلحاحا بالنسبة له، لكن لا أؤمل ولا أعول لا على الأمم المتحدة ولا على المجتمع الدولي ولا على لحظة من العبقرية والشعور الوطني تنتاب الشخصيات المهيمنة الآن، أعول على انتفاضة الشعب الليبي ضد كل هذه الأجسام وكل هذه الشخصيات التي ترفض أن تتزحزح وترفض أن تتحسن أوضاع الشعب الليبي وتستقر البلاد. نعم. طيب سيد بدر، يعني كلما التقت ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدد من ممثلي الأطراف السياسية تؤكد على عدم الالتفاف على إرادة 2,800,000 ليبي سجلوا في الانتخابات، وأن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية. سؤالي هنا، يعني ما الذي يمكن أن تقدمه البعثة الأممية بهدف إيجاد حل ملف الانتخابات المتوقف حاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الواقع يعني الآن ستيفاني ويليامز هي في مواجهة يعني سيناريو آخر، يعني ستيفاني ويليامز تحاول إنقاذ خارطة الطريق التي جاءت بها والتي تنتهي يعني مهل الزمنية التي نصت عليها في يونيو القادم، لكن هناك سيناريو آخر يعني يدور يرسم في الخفاء بين مجموعة من الأطراف الليبية، لعل أبرزهم هو عقيلة صالح ولجنة خارطة الطريق التي شكلت في مجلس النواب، وبالتالي هناك بعض الأطراف تسعى إلى يعني إعادة رسم المسار السياسي والمشهد السياسي بشكل كامل عن طريق تحالفات جديدة بين المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، وبالتالي إضفاء التوافق في يعني أو التفاهمات أكثر في هذه الخارطة التي يعد لها، ويراد وستنشر يعني ستكون او سيعلن عنها اخر الشهر، وبالتالي تفرض على المجتمع الدولي. ستيفن يونيمز تحاول بصعوبة حقيقة محافظة على خارطة الطريق التي رسمتها عبر منطقة الحوار. منطقة الحوار الآن منتهي بحكم المنتهي، لا يمكن إعادة إحيائه، كون أن مجلس أعلى الدولة ومجلس النواب وهما أطراف رئيسية طرفين رئيسيين في منطقة الحوار أصبحا متواصلين مباشرة، وهناك يعني تفاهمات حصلت في المغرب بين عقيلة صالح والمشري قد تكون تظهر معالمها في المدة القادمة، وبالتالي هذه الأطراف أفشلت منطقة الحوار ستأخذ زمام المبادرة وستعرض وجهة نظرها في المدة القادمة. ستيفاني ويليامز تحاول استنهاض الوعي الشعبي وتحاول الاستعانة بمكونات الشعبية بأن يعني عدم إفلات فرصة تسجيل هذا الكم من الناخبين والإقبال على السحب البطاقات، استلام بطاقات الناخبين التي وصلت إلى 2 مليون و2 يعني 2.5 مليون، وبالتالي هذا الأمر صعب المنال حقيقة إجراء انتخابات إذا ما تم الموافقة أو حظي السيناريو الذي يتم إعداده، وهو تشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية من المنطقة الغربية، وإعادة تشكيل المشهد السياسي بوضع مهل جديدة وخارطة الطريق مسار دستوري وتنفيذي وأمني، ستتأجل الانتخابات إلى إشعار آخر، وسيسيطر على المشهد من جديد شخصيات جديدة، يعني ستجد نفس ستيفاني ويليامز نفسها خارج المشهد. أما إذا هذه التحركات لم تحشد يعني الكم الكافي من التكتلات الشعبيه او من الاطراف السياسيه ومن التوافق مع اطراف اخرى خاصه الخارجيه، اذا لم تتفق القوى الخارجيه فيما بينها على شكل المسار الجديد، سيمكن في ذلك الوقت لستيفاني ويليامز العوده من جديد الى ملعب المشهد السياسي الليبي، و يعني الدفع بخارطة الطريق التي تحاول الحفاظ عليها خاصة بدعم أمريكي من السفير الأمريكي، لكن حتى اللحظة جهود ستيفاني ويليامز تصطدم بعائق التحالفات الليبية والتي أفشلت الانتخابات ولا تريد الخروج من المشهد دون ضمانات لاستمراريتها على يعني بشكل أو بآخر. نعم. طيب دكتور محمود، يعني بالحديث عن التفاهمات التي جرت بين النواب والأعلى لدولة مؤخرا في المغرب، يعني سؤالي هنا، لماذا يكرر خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة التفاهم
في كل مرة مع عقيلة صالح بعد انفراده بالقرارات؟ بداية بعد تحيتكم وتحية الإخوة المستمعين والضيوف الكرام، يجب التنبيه إلى أهمية أن الضبابية هي سيدة المشهد في ليبيا، ولا يوجد وضوح من الجميع وفي الجميع ومع الجميع. نعم. ولذلك ظلت الضبابية هي سيدة المشهد في ليبيا، ولا يوجد أي حتى بيان يدل على أن هناك اجتماع أو أن هناك اتفاق أو على أن هناك توافق أو أن هناك أيضا مدخلات أو مخرجات، وإنما ظلت كجلسة حبيثة بينما سرب منها وما لم يسرب، والليبيون بين وهم موجود أو أمر مقصود أو عبث فد أكثر من ذلك. ومع هذا وذاك نلزم بأن من المهم والمهم جدا على الليبيين إدراك أنه لا بد سواء دوليا أو محليا التوضيح في ما هو سلم الأولويات للمجتمع الدولي وما هو سلم الأولويات للمجتمع المحلي. والواقع أنه لا يوجد تحديد الأولويات في ليبيا سواء لا دوليا ولا محليا، فما بين من ينادي بانتخابات لذات الانتخابات، وما بين من ينادي للانتخابات لأجل التغيير، وما بين ينادي للتغيير لذات التغيير، وما بين من ينادي أي الاستفتاء لذات الاستفتاء، كل تلك نوع من الهرطقات الموجودة دون أن يكون لها ركزة، ودون أن يوجد أيضا ساس قادرون على إدارة أمور السياسة داخل الدولة الليبية. والواقع أن هناك حقيقة تعدي صار على ما يتعلق بحقوق الشعب الليبي فيما يتعلق بحقه الدستوري والأصيل كمواطنين، وقاموا أيضا بثورة ضد الاستبداد، ولكن يلاحظون أن الاستبداد هو الجزء الأساسي في هذا المشهد. وإن الجزاء المنطقي الذي يترتب على مخالفة ما يتعلق بأي استبداد في النيل بما قام به الليبيون والوقوف ضد هذه الخروقات بشكل قوي، وهناك في الواقع العملي أيضا هناك وسائل منظمة وهناك وسائل غير منظمة، والوسائل غير المنظمة التي يجب أن ينتظرها الجميع فهي المقاومة والانتفاضة، وهي العمل الذي يأتي من الشعب وهو لا يخلو من العنف، ومع ذلك يبقى عملا شرعيا لأن حق المقاومة هو الحق الوحيد الغير قابل للانتقال بموجب أي عقود أو أي توافقات أو أي اتفاقيات، ولأنه الحق السيادي الوحيد الذي يضمن سريان تنفيذ أي اتفاق فيما يتعلق بالناحية المستقبلية الليبية. ولذلك نصت عليه، وليس في ليبيا فقط، نصت عليه حتى الشرائع والقوانين الدولية، وأيضا نصت عليه حتى فيما يتعلق ببعض الدساتير في بعض الدول. ولذلك مذهب أو اتفاق عدم المقاومة السلطة التعسفية والاستبداد هو منافي للعقل وعقيم وهدام السعادة الإنسانية. من الزاوية الثانية التي يجب أن يدركها الجميع أن كل شخص يقوم بما يتعلق باغتصاب سلطة الليبيين يجب على الليبيين الأحرار في أن يتخلصوا منه، وهي ليست بدعة فيما يتعلق بهذه القوانين والشرائع. ولذلك ارجعوا إلى ما يتعلق حتى بالقانون الفرنسي بسنة 1793 في المادة 27 من هذا الدستور، وعندما يقوم يغتصب مجموعة سلطات الليبيين على الليبيين أن يتخذوا موقفا واضحا جريئا لا مرية فيه من أجل استرجاع حريتهم وأيضا سيادتهم، لأن الواقع العملي أن هذا قد حصل من قبل جسم أعوج وعله معوج وأعرج، ألا وهو برلمان منقسم على ذاته غير قابل للتصحيح، غير قادر على التصحيح، غير قابل للمضي قدما من أجل الليبيين، وإنما من أجل مصالحه الضيقة، ابتداء من بحث عن جوازات سفر أو البحث على أموال أو البحث على كلمات أعتقد بأنه ينطقها ولا يستطيع أن يستفيغها ولا يستطيع حتى أن يصدقها في نفسه. طيب دكتور سيد عبد الله، يعني هناك أخبار تتحدث عن توجه عقيلة صالح خلال هذا الأسبوع إلى أنقرة، قبل ذلك يعني كان ذهب في رحلة إلى القاهرة كما استقبل السفير التركي في طبرق، هل تتوقع أن تكون هناك صفقة دولية ستنجز في الأيام القادمة؟ لا أتوقع أن تكون هناك صفقة دولية، لكن التطورات الأخيرة في المنطقة والتقارب ما بين مصر والإمارات من جهة والكويت من جهة أخرى، ونعرف أن السلطات الليبية في الشرق وقادة شرق ليبيا هم في هذا المحور، نفس هذا المحور الذي كان في عداء مع تركيا، وبالتبعية هم أيضا عادوا تركيا وشنوا عليها حرب إعلامية شرسة واعتبروها استعمار جديد،
لكن الآن بعد هذا التقارب وبعد إزالة أو زوال أسباب العداء أو الظروف التي فرضت على الكويت على تركيا ومصر والإمارات وقطر أن يعودا أو يعيدوا العلاقات بينهما إلى طبيعتها ويبدأان في التحاور من جديد، فرضت على قادة الشرق الليبي أن يمضوا في هذا الاتجاه. تركيا أيضا من جانبها يهمها أن تكون علاقاتها جيدة بقادة شرق ليبيا، على اعتبار أن الاتفاقية البحرية تربط الشاطئ التركي في منطقة فتيحة مع شاطئ درنة، حيث نفوذ حفتر ونفوذ عقيلة صالح والبرلمان، وبالتالي هذه التطورات فرضت هذه العلاقة. سبق لعقيلة صالح أن طلب زيارة تركيا، ورحبت تركيا، وأعلن وزير الخارجية أعلن أنهم يرحبون به في تركيا على مرتين، ولكنه في اللحظات الأخيرة يتراجع. لا أعتقد تركيا، وهذا طبعا دولة لها دبلوماسية عريقة ودولة كبرى إقليميا، تعرف جيدا أبعاد على عقيلة صالح وأسلوبه في التفكير وسياساته وإخلاله بتعهداته مع نظرائه الليبيين، وبالتالي تستطيع أن تتعامل معه بشكل جيد، ولن يجد هناك سدج يستطيع عقيلة صالح أن يمرر عليهم ألاعيبه وخدعه وخيانته. ومن ثم إذا زار عقيلة صالح تركيا فأعتقد أنه سيطلب منهم دعم خطته في تشكيل حكومة جديدة. طبعا نعرف أن تركيا الآن أصبحت لاعب رئيسي في ليبيا، ولا يمكن أن تشكل حكومة جديدة في ليبيا ما لم تكن تركيا أحد الأطراف الراضية عنها. ومن ثم عقيلة سيكون هدفه الرئيسي هو أن يجد الدعم من تركيا في إطار سعيه المحموم من أجل تغيير حكومة البيبة والإتيان بشخصية موالية له ومستعدة لأن تعطيه كل ما يريده هو وحفتر. تركيا من جانبها وهي يعني بالدبلوماسية العريقة للدولة التركية تعرف أبعاد ورؤى المجتمع الدولي للتأثير البالغ في الأزمة الليبية، وتعرف موقف الدول الكبرى، وبالتالي لا أعتقد أنها ستساير عقيلة صالح في هذا التوجه، وستمضي في إطار ما يطلبه المجتمع الدولي من السلطات الليبية ومن عقيلة صالح بالذات، وهو الإسراع في إجراء الانتخابات قبل نهاية خارطة الطريق. ومن ثم لا أعتقد أن العلاقات بين عقيلة صالح وشرق ليبيا بشكل عام مع تركيا لا أعتقد أنها ستتطور على الأقل في الوقت الراهن. نعم، طيب سيد بدر، يعني هل تعتقد أن عقيلة صالح قادر على تغيير الحكومة والعبث حتى بمشروع صياغة الدستور؟ بكل تأكيد، يعني عقيلة صالح الآن هو اللاعب الرئيسي في ليبيا، كون أنه مسيطر على مجلس النواب، ومجلس النواب حصل على تأييد دولي في إقراره لقانون رقم 1 لانتخاب الرئيس، وأيضا قانون رقم 2 انتخاب مجلس النواب دون أي يعني دون أثر قوي للاعتراضات. بالتالي الآن هو يعلم أنه لديه زمام المبادرة، وقد يطفي على هذه الشرعية أو هذا القوة القانونية يعني والقبول الدولي بمشاوراته عبر لجنة خارطة الطريق مع مجلس أعلى الدولة وهيئة الدستور، ولقائه مع خالد المشي في المغرب، ليضفي عليها الشرعية أن تم التشاور والتوافق مع الأطراف الأخرى، وبالتالي أن ما سيخرج به في سيناريوهاته القادمة يعني يوجد عليه حجة قانونية وتوافقية مع الأطراف الأخرى. كذلك إذا هو يعني يوجد الآن في هذه المرحلة يتم سبر أو جس نبض القوة الدولية، هو الآن كان في زيارة للقاهرة، كذلك قد يكون كما تسرب قد يكون هناك زيارة لتركيا، بالتالي هذه الزيارات هي لجس النبض عن إمكانية حول إمكانية التقدم خطوة في تغيير الحكومة. الحكومة هناك تحالف جاهز للقفز على السلطة التنفيذية واستلام السلطة، لكن هذا التحالف
لم يخضع لم يتحصل حتى الآن على رضا دولي. عدة تسريبات، سواء من تسريبات رئيس مجلس أعلى الدولة خالد المشري أو غيرها، تشير إلى أن المجتمع الدولي، غالبية القوى الفاعلة في ليبيا، لا ترغب في تغيير الحكومة في الوقت الراهن، كون أن هذه الحكومة تحافظ على توازنات القوى الفاعلة في ليبيا وموزعه على الوزارات وعلى الحقائب الوزاريه بشكل مرضي. كذلك ان الدخول في معترك تغيير الحكومه سيفقد المسار السياسي بوصلته، وبالتالي سيدخل الصراع والنقاشات ستذهب من المسار الدستوري او المسار الانتخابي الى الحكومه والحشد لهذه الحكومه، وكيف يتم ادخالها للعاصمه، وكيف تستلم يعني والاستلام والتسليم وهذه المشاكل، وبالتالي ستضيع البوصله وفق هذه وجهه النظر. وبالتالي لكن في ذلك الوقت، في ذات السياق، عقيلة صالح لا زال يمتلك اوراق كثيره في المسار الدستوري والمسار التنفيذي وايضا في المناصب السياديه، وبالتالي سيطرته على مجلس النواب ومرور تمريره للقوانين الانتخابيه دون ذلك الاعتراض الدولي جعله يعني هو اللاعب الرئيسي السياسي، دعنا نقول، في الساحه الليبيه. وما اضفاه ايضا له لقاءاته مع الاطراف من المنطقه الغربيه خالد المشري، وما تسرب من لقائه في القاهره مع فتحي بشاغه، وبالتالي هذه كلها الاطراف تضيف لرصيد عقيله صالح اكثر من تاخذ من يعني من تنقص منه. نعم. طيب دكتور محمود، يعني عقيلة صالح طالب من محافظ مصرفي المركزي والنائب العام والأجهزة الرقابية بعدم صرف أو بعدم الصرف للحكومة الحالية إلا بموافقة مسبقة من مجلس النواب. هل تتوقع أن تلقى مثل هذه الدعوات صدى لدى الجهات المعنية؟ دكتور محمود، دكتور محمود، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور محمود إسماعيل، سنعود به الاتصال مرة أخرى. أعود إليك سيد عبد الله، يعني كل هذا التهافت من قبل رئيس مجلس نواب تبرق عقيلة صالح لتغيير الحكومة وأيضا العبث بمشروع صياغة أو بمشروع صياغة الدستور، ما موقف الأمم المتحدة من كل هذا العبث الحاصل؟ في حين أننا شاهدنا تصريحا من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز في الأسبوع الماضي عندما التقت بوزير الخارجية الروسي، عقب هذا اللقاء يعني صرحت بتصريحات أو أدلت بتصريحات لدى وكالة سبوتنيك، قالت فيها أن مجلس النواب يستطيع تغيير الحكومة ولكن بشروط معينة ومسارات محددة. ماذا نفهم من هذه التصريحات؟ نعم، ماذا نفهم من هذه التصريحات؟ سؤال مهم جدا. في البداية التصريح الأهم والذي كررته ستيفاني ويليامز أكثر من مرة، وأنه على مجلس النواب التركيز على موضوع الانتخابات بجدول زمني ومواعيد واضحة وعدم التركيز على تغيير الحكومة. ولا تعتقد ستيفاني ويليامز على لسانها أن تغيير الحكومة سيحل المشكلة. ثم بعد ذلك في موسكو صرحت لوكالة سبوتنيك أن مجلس النواب نعم بإمكانه أن يغير الحكومة بشرط أن يحصل على النصاب القانوني في مجلس النواب وأن يتبع الاتفاقيات السياسية المعتمدة في الأمم المتحدة، وهي تقصد اتفاق الصغيرات الذي ينص على أن تغيير الحكومة يجب أن يتم بالتوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب. هذا التصريح يعني أنها فشلت في إقناع روسيا بدعم حكومة الدبيبة والضغط على حلفائهم في مجلس النواب وفي شرق ليبيا إلى التركيز ودفعهم إلى التركيز على موضوع الانتخابات وليس على موضوع تغيير الحكومة. لم تحصل على ما طلبته من السلطات في موسكو في هذا الشأن، لذلك أرسلت رسالتها إلى موسكو عبر وكالة سبوتنيك وإلى مجلس النواب أن تغيير الحكومة يحتاج إلى توافق مع المجلس الأعلى للدولة، وهي تعرف بحكم خبرتها في الملف الليبي أن التوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب هو أقرب إلى المستحيل، يعني لا يمكن أن يصل إلى
توافق حتى لو بقيا يتحاوران إلى يوم القيامة. نعم. ثم الشرط الثاني هو الحصول على 120 نائبا يوافقون على تغيير الحكومة، وهي تعرف بحكم خبرتها في الملف الليبي أن عقيلة لا يستطيع أن يجمع 100 نائب للحضور في طبرق وليس للموافقة على. لكن لم يتم تهديد النائبين في أو تهديد النواب في الفترة القريبة أو في الأيام الماضية؟ يعني انتشرت تصريحاته في كلمته الأخيرة عقيلة صالح، قال أنه يجب على النواب الحضور وإلا سيتم الخصم من مرتباتهم أو حتى إزالة عضويتهم من النواب. لا يستطيع أن يتخذ أو يغامر باتخاذ هذه الخطوة، وحتى لو اتخذ هذه الخطوة إذا ما قرر أن يخصم من رصيد النواب لا يستطيع أن يضمن أن كل النواب سوف يحضرون تفاديا للخصم من مرتباتهم، هذا أولا. ثانيا، حتى في حالة حضورهم وفي وجود هذا الضغط الشعبي في الخارج الذي يطالب بالانتخابات، وفي ظل هذا التركيز على موضوع الانتخابات، ربما حتى إذا حضروا ربما لن يستطيع عقيلة صالح إقناعهم بالحصول على 120 صوت والتصويت لمصلحة تغيير الحكومة. كل الطرق التي تؤدي إلى تغيير الحكومة تبدو مقفلة في وجه عقيلة صالح ومليئة بالعراقيل. ويبقى بعد ذلك الشرط الأهم وهو الاعتراف الدولي، لابد من اعتراف الأمم المتحدة والقوى الكبرى. القوى الكبرى المهيمنة على مجلس الأمن وعلى الأمم المتحدة أعلنت صراحة منذ 24 ديسمبر أو 23 ديسمبر في بيان صريح حثت فيه السلطات الليبية على الانتخابات، وأكدت استمرار الاعتراف بهذه الحكومة وشرعية هذه الحكومة، وأن التغيير هذه الحكومة لابد أن يتم عبر بوابة الانتخابات. وأعتقد أن أمريكا بالذات وبريطانيا ستصران على هذا الموقف، لأنهم يريدان حكومة شرعية في ليبيا أو رئيس شرعي إن جرت انتخابات رئاسية، حتى يستطيعان هما وبقية القوى الغربية دفعه إلى مواجهة النفوذ الروسي في ليبيا. وبالتالي أعتقد أنه شبه مستحيل نجاح عقيلة صالح والأطراف الموالية له. طيب. والأطراف الطامحة للوصول للسلطة في الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة جديدة. نعم. طيب، أعود إليك دكتور محمود. كنت قد سألتك قبل انقطاع الاتصال، يعني عقيلة صالح طالب من محافظ مصرف ليبيا المركز والنائب العام والأجهزة الرقابية بعدم الصرف للحكومة الحالية إلا بعد موافقة مسبقة من مجلس النواب. هل تتوقع أن تلقى مثل هذه الدعوات صدى من الجهات المعنية؟ بتقديري أن بالنسبة للموضوع يجب أن يقال بأنه هل سيكون ذلك الإجراء صادر من عقيلة صالح ولن يتحول إلى قرار من مجموعة من البرلمان أم لا، هذا من زاوية. ومن زاوية ثانية، واقع عملي يدرك الجميع بأن عقيلة صالح يهرف في كثير من مواقفه بما لا يعرف، ويحاول قدر الإمكان دغدغة العواطف بالقول بأن الإشكال الليبي يتمثل في إيقاف الصرف على هذه الحكومة وتغييرها من زاوية ثانية والتوجه إلى إنشاء من زاوية ثالثة. لكن من غير الممكن القول بأن هذه عناصر الإشكال بالدولة الليبية، ومن غير الممكن القول بأن الصديق الكبير سينصاع إلى هذه الإجراءات. واقع بأن حجم الإشكال عميق وعميق جدا. هناك إصرار من قبل عقيلة صالح على آلية التغيير للسلطات التنفيذية من زاوية، وتغيير أيضا للإجراءات الدستورية من ناحية التوجه إلى إمكانية إنشاء لجنة الثلاثين بعد لجنة الستين من زاوية ثانية، وأيضا توجه إلى إمكانية إعادة رسملة الخريطة من جديد، أي رسم ملامح خريطة. ومع إيماننا وتقديرنا وتأكيدنا المطلق على أن العملية السياسية مهما كانت الظروف يجب أن تكون ملكا خالصا للليبيين، لا يجوز التدخل فيها، وإذا كان هناك تدخل يجب أن يكون هناك مطالبة من الوطنيين بأن لا يكون هذا التدخل
موقوفا أو أنه لا يجوز الاستمرار فيه مهما كانت الظروف. إذن ولزاما وعودا على ذلك يجب أن يكون هناك رسمة لما هي الخارطة المستقبلية. 24 ديسمبر تم إفساده بقبل قوانين البرلمان العرجاء والمعوجة وغير قابلة للتطبيق، وهذه القوانين لم تلغى ولن يلغيها. فإذا توجهنا إلى انتخابات كذلك في بعد أشهر معدودة حسب رأي المستشارة للأمم المتحدة، في تقديري بأن القوانين ستكون عرجاء وستكون نفس النتائج، لأن دائما يجب أن يدرك الجميع بأن الانتخابات ليست صندوقا به كنز بقدر به صندوق به أدوات يمكن استخدامه استخداما جيد أو عدم استخدامها بشكل مطلق. من زاوية أخرى أيضا الصراع الدولي انعكس بشكل حقيقي على لب الصراع في ليبيا وعلى آليات التدخل، خاصة وأن الأيادي الطويلة التي تجتاح ليبيا فهي جوا من المسرح العملياتي لكثير من الدول فيما يتعلق بإدارة جزء من صراعاتها. والواقع أن الصراع الموجود ما بين الدب الروسي وما بين الغرب سواء طار في إطار النيتو أو فيما يتعلق بأوكرانيا أو فيما يتعلق بسوريا أو في ليبيا، كل ذلك ربما سيؤدي إلى نوع من الانعكاس بطريقة أو بأخرى. ولكن كيف يمكن العمل على توظيفه لصالح الدولة الليبية مع وجود مناورات ستبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية في المتوسط ووجود مناورات أخرى في الدب الروسي وبالاشتراك أيضا مع الصين؟ هناك إشكاليات عميقة مع هذا. نعم طيب. بأن يقول بأن من المهم أن نقول بأن الأجسام من المستحيل أن تتجانس، أي نقصد أجسام الأمر الواقع والمتمثلة في برلمان منقسم ومجلس دولة وحكومة وغيرها، والمجلس الخيالي المتمثل بالمجلس الرئاسي الذي لا يدرى أين طرفاه ولا أين هو موجود أصلا، مع أنه قد نص الاتفاق على صلاحيات الله لكن لا تمارس وغير موجودة وهو مهمليون بدرجة مطلقة. فلذلك لزاما أن يكون هناك وضوح بما هو الموضوع. الآن عندما تنادي حتى المبعوثة بوجود التوجه إلى أن يكون هناك انتخاب، نعم ندرك أن الأجسام الموجودة وعلى رأس البرلمان تحديدا لن يسمح بميجاد ميلاد انتخابات يمكن أن توجهنا إلى دستور، لكن كيف يمكن العمل على تغييره والمجتمع الدولي جزء من صنيعة هذه الأنظمة وجزء من صناعة واستمرارية هذه الأجسام الميتة سريريا؟ كيف يمكن المساعدة في العمل على استخراج شهادة الوفاة وأن يدق آخر مسمار في نعشها؟ لزاما أن يساعدنا بصدق، لكن أما مباشرة الخطابات الرنانة والوعود الفضفاضة والكلمات على بعضها استيفاني ويلمز الواقع العملي أنها في انحدار فيما يتعلق باختصاصاتها. نعم هي مستشارة لكن أحيانا المستشار وإن حضر لا يستشار وإن غاب يشار. أو مع هذا هناك الإشكاليات الدولية انعكست على وظيفتها منها رئيسة للبعثة ولو كانت بالوكالة وأدت دورا كبيرا. الآن مستشارة ربما تحاول من بعيد دغدغة العواطف، لكن ليس الأمر بهذه السهولة. ليبيا تمر بمنعطفات خطيرة وعليهم أن يرجعوا إلى أنفسهم وأن يعوا جيدا بأنه ما لم يتم العمل على إبعاد حفتر وإبعاد عصابة القذافي والعمل على إعادة تشكيل مجلس انتقال جديد، أما الأجسام الحالية فأعتقد بأنها نوع من الوهم في آلية الإنتاج. نعم طيب سيد بدر، يعني عذرا على الإطالة، يعني البعض يقول إن فشل مجلس النواب ليس مسوغا للإبقاء على حكومة أثبتت فشلها وفق قولهم، كيف ترى هذا الطرح؟ هو بالفعل يعني هناك عدة تحفظات على أداء الحكومة، لكن دعنا أقول أضيف لي يعني ضيوفك الكرام معلوم يعني شيئا في هذا الموضوع، هو أن من يريد أو من يسعى لتغيير الحكومة وبشراسة هو طرف في المنطقة الغربية وليس عقيلة صالح. يعني عقيلة صالح وتيار الكرامة بقيادة حفتر وعقيلة صالح لديهم كل النقاط الإيجابية في هذه الحكومة، لديهم يعني رواتب قوات الكرامة، لديهم مناصب سيادية ووزارات، لديهم سفراء، لديهم وكلاء وزارة، تحصل على الكثير من المزايا، وتم دمج المشاريع التي وافقت عليها حكومة الثني في مشاريع حكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي أغلب دعنا نقول أن النقاط الإيجابية كلها موجودة في الحكومة الحالية. لكن هناك طرف في المنطقة الغربية يرى أن عبد الحميد
سعيد بيبة رئيس الوزراء والطاقم الذي معه سيطر على المشهد وسيطر على يعني دعنا نقول مدخلات ومخرجات الأموال الذين كانوا يعني يستغلونها في الفترات الماضية، وبالتالي هم الآن يحاولون التحالف مع جيل الصالح وحفتر لتغيير المشهد وإضفاء حكومة جديدة. عقيلة صالح إذا ما وجد أن المزاج الدولي غير راغب في الحكومة لن يغير الحكومة، لكنه هدفه من هذه المشاورات هو المسار الدستوري، أن يسيطر على مشروع الدستور القادم بتعديلات أو بكتابة دستور قادم جديد يحفظ له ولحفتر المميزات والنقاط التي يريد تغييرها كترشح المزدوجي جنسية كالعسكريين وغيرها من الأمور، وأيضا التيار الفيدرالي في برقة. بالتالي هذه هي الأمور ما يسعى عليها عقيلة صالح. الحكومة لديها كثير من العيوب، لديها مشاريع يعني لم تنفذها، وعود لم تنفذها، لديها شبهات فساد لبعض المسؤولين والنائب العام يحقق فيها، لكن يمكن لهذه الأمور أن تتابع وفق مساءلات من مجلس النواب، تغيير حكومي أو وزاري محدود، وأيضا متابعة العمليات الرقابية عبر الأجهزة الرقابية. وبالتالي نحن نعلم أن ليبيا ليست من الدول من العالم الأول بل هي من العالم التالي، وبالتالي الفساد من الأمور الطبيعية أن تسير في الأمور، خاصة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تم صرف الكثير من الأموال التي لم تصرف في السابق، وبالتالي هذه ستفتح شهية المسؤولين وغيرهم من الذين يعني يحاولون التلاعب بهذه الأموال عبر الفساد الإداري والمالي، وبالتالي يجب تشديد الرقابة. وإذا ما أردنا تغيير الحكومة يمكن تغيير الحكومة وفق يعني إطار حزمة كاملة، يعني إطار مسار واضح كخارطة الطريق. عندما جاءت بحكومة الوحدة الوطنية كان هناك مسار واضح، حكومة ثم انتخاب قوانين قاعدة دستورية ثم انتخابات. أما أن يتم تغيير الحكومة، صدقني إذا تم تغيير الحكومة بما يحدث الآن وبما يتم إعداده لن يتم إجراء انتخابات، بل سيتم السيطرة على المشهد من قبل بعض الأطراف، وتأجيل الانتخابات قد يكون في 2023 أو 2024 أو إلى ما لا نهاية. نعم. طيب سيد عبد الله، هل تعتقد يعني أننا أمام إطالة الأمد وسط الفوضى العالقة في المشهد السياسي؟ نعم أستاذ صفي، تعليق على ما تفضل به الأستاذ بدر. نعم. أنا أتفق معه أن هناك شخصية تسعى بكل قوة لأن تكون رئيسا لأي حكومة تشكل في المستقبل، وهو الذي يعني يتحرك شوقا لكي يكون رئيسا للحكومة، ولم يستوعب بعد هزيمته في انتخابات جنيف، لكن حتى عقيلة صالح يريد أن يثأر لهزيمته في عقيلة في 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 جنيف أمام قائمة المنفي الدبيبة. والدليل أن عقيلة منع الميزانية عن هذه الحكومة، تعذر بأن هذه الميزانية لا يستطيع أن يمنحها، في أكثر من جلسة رفض أن يمنح هذه الحكومة الميزانية ويساعدها على العمل، وتعلل بأن تبرير الميزانية يحتاج إلى نصاب قانوني ولم يتوفر هذا النصاب القانوني، ولكن في جلسة أخرى بدون نصاب قانوني وبدون حتى عرض على النواب مرر قانون انتخابات الرئاسة، أيضا سحب الثقة من هذه الحكومة. كل هذه الإجراءات تؤكد أنه يريد تغيير هذه الحكومة لأكثر من سبب. ربما السبب الأول هو أن الدبيبة لم يكن في طوعه وفي طوع خليفة حفتر، حتى وإن صرف لهم أموال فأعتقد أن هذه الأموال صرفت وفقا للإجراءات المالية المتبعة، لم يعطيهم المبلغ الذي طلبوه. أيضا يصر على الاحتفاظ بوزارة الدفاع بينما هم يريدون وزارة الدفاع لشخصية موالية لحفتر، ويهيمن حفتر على ميزانية وزارة الدفاع ويصرف الأموال هو وأبنائه ويسدد ديون المرتزقة وديون الدول التي ساعدته في هزيمته أو في هزائمه المتكررة في ليبيا. الدبيبة لم يوافق. أنا أعتقد أن الطرف الذي يريد أن يكون رئيسا للحكومة المقبلة مهما كان الثمن مستعد أن يمنح وزارة الدفاع لحفتر، مستعد أن يمنح لهم كل شيء، المهم أن يضعونه رئيسا للحكومة. وبالتالي عقيلة مهتم جدا بتغيير الحكومة بدرجة متساوية مع الشخصية أو الشخصيات التي تريد
أن تكون رئيسة أو عضو في هذه الحكومة المقبلة. عطفا على سؤالك أستاذ صبي، أنا أعتقد أن المشهد الأسابيع المقبلة، بل أن الموضوع سيبدأ من بعد غد، بعد غد سيكون هناك تقرير أمام مجلس الأمن وتجديد للبعثة الأممية في ليبيا، سنرى المواقف الدولية، ستتضح المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية. روسيا ربما ستبدي اعتراضها على تعيين ستيفاني ويليامز كمستشارة، لم توافق على تعيينها كمبعوثة، ومن ثم أعتقد أنها ستبدي تحفظا على تعيينها كمستشارة. درجة التوافق الدولي أو الخلاف الدولي حول ليبيا سترسم معالم الموقف الدولي، لكن مسألة أن يتخلى مجلس الأمن على اتفاقية وخارطة طريق تونس جنيف، التي عندما يعتمدها مجلس الأمن الدولي، أي اتفاقية داخلية أو خارجية عندما تعتمد من مجلس الأمن تتحول إلى وثيقة قانونية لا يمكن خرقها، وهذه الوثيقة مستمرة حتى 21 يونيو المقبل، وبالتالي موضوع تشكيل الحكومة دوليا أعتقد أنه غير مقبول. داخليا سيستمر عقيلة صالح في عبثه، سيستمر في تشكيل اللجان، سيستمر في تمطيط الوقت حتى يأتي شهر مايو وتصبح خارطة طريق تونس جنيف على وشك أن تنتهي، وحينها ربما يستطيع أن يشكل حكومة تباشر عملها مع نهاية يونيو. نعم. طيب دكتور محمود، يعني في أقل من دقيقة، ما هي السيناريوهات المتوقعة في قادم الأيام؟ صراع ما بين الأجسام، وصراع على ما يتعلق بالكعكة الليبية في جزء، وإدارة المشهد الخارجي على أرض الدولة الليبية، وعدم القدرة على التوجه إلى الحل والعمل الإجرائي فيما يتعلق بالإجراءات، هذه هي الحقيقة في ليبيا. ولكن أيضا على الوطنيين أن ينتبهوا، لا مجال لهذه الأجسام أن تقود ليبيا، ولا مجال لها للنجاح، ولا مجال لها لإنجاح ما يتعلق بعملية ما لم يولد دستور. ليبيا يجب أن تتوجه إلى ميلاد دستور مهما كانت التضحيات، حتى يتم الاحتكام إليه، ويجب أن يكون واضحا بأن إجراء انتخابات أو أي انتخابات بالقوانين الماضية أو البالية وتحت إشراف عقيلة صالح سيكون كارثة ليبيا، لأنه إما أن يعيد الماضي في ثوب الحاضر حتى لا يكون هناك مستقبل، أو أن يعيد صناعة العسكرتارية، وهو أمر مرفوض بالمطلق. نعم. طيب سيد بدر، إلى أين يسير المشهد الليبي برأيك؟ يعني سيناريوهات ستصطدم ببعضها، وكما ذكر الأستاذ عبد الله الكبير، أعتقد أن التوافق الدولي هو من سيصنع قرار نهائي الحسم، سيكون الحسم لدى التوافق الدولي. إذا توافقت الدول المؤثرة في ليبيا على تقاسم كعكة ليبيا بشكل واضح عبر هذه الحكومة الحالية، سيستمر الحكومة وسيتم الضغط على مجلس النواب لتنفيذ الانتخابات. إذا حالة هذه الحالة التوافق انفضت وأصبحت ترى كل دولة مصالحها مع شخصيات أخرى، سيتم خلط الأوراق وستطرح تغيير الحكومة بشكل أكبر وأكثر جدية، وبالتالي سيدخل المشهد الليبي في حالة من الضبابية كثيرا، لأن هذه الحكومة لن تستطيع لم شمل الليبيين كما جمعتهم خارطة الطريق في المدة الماضية، وبالتالي سنفقد فرصة إحداث تقدم في المسار السياسي نتيجة التوافقات الدولية، وبالتالي سنخسر هذه الفرصة وسندخل في خصومات محلية وبدعم خارجي، ونعود إلى يعني لا سمح الله إلى حالة من التعثر السياسي. لكن لا زال هناك كثير يمكن عمله قبل هذه الأحداث، ويمكن التقدم في المسار بطريقة معينة وتحفظ كل الحقوق وتحفظ المصالح لكل الأطراف. نعم، شكرا جزيلا لك سيد بدر شنيبة المحلل السياسي، كنت معي عبر خدمة سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك أيضا سيد عبد الله الكبير الكاتب والصحفي، كنت معي عبر خدمة سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك. وأشكرك أيضا دكتور محمود إسماعيل الأكاديمي والباحث في شؤون السياسية، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. انتهى الوقت أعزائي المشاهدين، حتى اللقاء بكم في وقت آخر، إلى ذلك الحين دمتم في أمان.